نواصل النشر من أكادير. أكادير التي تبتسم بفضل شباب يجوبون شوارع المدينة ليوزعوا الابتسامات والهدايا الرمزية على المرة. بدأ الأمر فكرة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت حقيقة للمرة الخامسة في أزقة وشوارع عاصمة سوس. نتابع روبورتاج الحسين الزيقعادي البوسكري. الابتسامة هي الحياة السعيدة. الابتسامة هي خصنا دايما نبقاو ضحكانين وفرحانين مبتسمين. وغتقولي لنا على الابتسامة؟ خصنا ديما نبقاو مبتسمين حيتاش الحياة هي الابتسامة. يعني أي حاجة ما كتستحش نكونوا عليها مقلقين ولا شي حاجة، ما خصنا نكونوا ناشطين فرحانين باش المشاكل ديالنا هكا كيتحلوا. يعني تكون فرحان ناشط ضاحك مع أصحابك مع أحبابك. مسيرة الابتسامة بأكادير جابت أهم الشوارع السياحية بالمدينة. العشرات من الشبان والشابات المتطوعين كانت مهمتهم زرع الابتسامة العفوية وتوزيع بعض من الهدايا الرمزية على سكان وزوار المدينة. اش جاي انت بعدا؟ واش كيختي غادي تبتسم؟ جاي لك غادي تبتسم واش دادي؟ ما هي غا؟ انت غادي تبتسم؟ يورغ الخيرة. هي غادي تبتسم؟ كيف ما كتشوف كل واحد والنشاط اللي داير كل واحد والتصويره اللي داير الشعار ديالو، اليوم حنا خرجنا كاملين باش نضحكوا ونشطوا ونفرحوا. الساكنه ديال اكادير كلشي اليوم متضامنه معانا. اكادير تبتسم حمله انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح مبادره تلقائيه. في دورتها الخامسة هذه السنة حافظ هؤلاء الشبان على موعدهم السنوي وعلى بشاشتهم وهم يجوبون شوارع المدينة والابتسامة تنير وجوههم.